فيليب 2:3 حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. عايز تعرف فكرة مبدئية عن التواضع، وعايز أعرف أنا فكرة مبدئية عن التواضع، إنك تحسب أخوك أفضل منك، إنك تشوفه على الأقل على الأقل زيك. دايما إحنا نقول إيه؟ لو عايز تخدم الناس أبقى زيهم. لا، خليهم أفضل منك، لأن هم لو زيك أنت ممكن ما تخدمهمش، لأن هم لو زيك هم مش هيحسوا إنك بتعطيهم كرامة، احترام، تقدير، محبة. لكن احسبهم أفضل. أخوك اللي غلط فيك، لا ده عنده حاجات كتير تانية أفضل مني. أخويا اللي بيعاتبني، لا ده مميز في حاجات كتير، أنا مش شايفه بالزلة بتاعته دي، أنا شايفه بالمميزات والحاجات الإيجابية اللي فيه. أخويا الضعيف اللي مقصر في حاجات، اللي مش موجود في حاجات، اللي ضعيف في حاجات، لا 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 أنا مش شايفه بالصورة دي خالص، حتى لو مفروض مثلا كأخ عاتبه أو حاجة، لكن أنا شايفك إنسان مفيد ونافع في حاجات تانية، في بيتي، في كنيستي، في شغلي، في الشارع بتاعي. التواضع أفضل من أنفسهم. لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، ده التعبير التاني عن التواضع، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. يبقى احنا مش بس في التواضع هنحسب الناس أفضل مننا، لكن في التواضع كل واحد فينا هينظر مش لنفسه بس، لكن هينظر للآخرين. وانت رايح تخدم، مش رايح تخدم وبتدور هيقولوا لك ايه بعد الخدمة، وانت رايح تشتغل مش رايح تشتغل عشان الألفين جنيه اللي بتاخدهم في آخر الشهر، لأن هو ده كل دي سمة الحياة. انت بتشتغل لأن انت عايز تمجد الله في الشغل، والحاجة التانية لأنك الناس اللي حواليك دول انت بتبص عليهم، تنظر لاحتياجاتهم، تنظر لحياتهم، وتخدمهم حتى أحيانا بالمجان. لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا.